إسرائيل تعلن تكلفة حرب غزة يومياً. CNN تكشف طريقة تخفي حماس قبل هجوم 7 أكتوبر. أردوغان يغضب إيطاليا بسبب حماس. هذه الأخبار وغيرها ننقلها لكم من قناة الحدثة. يبدو أن الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة أربكت جيوب تل أبيب. 246 مليون دولار يومياً هو ما تنفقه إسرائيل في حربها على غزة، وفقا لوزير المالية الإسرائيلي بتسلائيل سموتريتش، الذي قال إن ميزانية دولته لعام 2023-2024 لم تعد مناسبة وسيجري تعديلها وفقا للحرب القائمة. تأتي تصريحات الوزير عقب تخفيض وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية نظرتها المستقبلية للاقتصاد الإسرائيلي من مستقر إلى سلبي بسبب الحرب على قطاع غزة. رغم الإعلان الإسرائيلي بأن الأسيرين الفلسطينيين اللذين توفيا في سجونها ماتا ميتة طبيعية، إلا أن منصة تتبع للمستوطنين لها رأي آخر تمت تصفيته اليوم. هكذا كتبت منصة للمستوطنين تحمل اسم الصياديون النازيون 2023 في حديثها عن وفاة الأسير الفلسطيني عمر حمزة دراغمي في السجون الإسرائيلية. المنصة ذاتها وبنفس الطريقة نشرت بعد وفاة عرفات حمدان قائلة تمت تصفيته، وذكرت أنه إرهابي من حماس وفق قولها. كشفت شبكة CNN الأمريكية كيف خططت حركة حماس لهجومها في 7 أكتوبر الجاري على إسرائيل. وفقاً لCNN قامت خلية صغيرة تابعة لحماس بالتحضير للمعركة لمدة 2 باستخدام شبكة الهاتف الموجودة في أنفاق المنظمة حتى لا تتمكن المخابرات الإسرائيلية من تحديد أنشطتها وحتى لا تكتشفها المخابرات الإسرائيلية. لم يكن نشطاء الخلية يستخدمون أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة في ذلك الوقت. لا يبدو أن العلاقة بين أوروبا وتركيا ستكون أفضل مما كانت عليه قبلا، فتصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول حماس مثيرة للاشمئزاز. هكذا وصف نائب رئيسة وزراء إيطاليا تصريحات الرئيس التركي الأخيرة حول حماس. أردوغان قال إن أنقرة لا تعتبر حركة حماس منظمة إرهابية بل حركة تحررية تقاتل لحماية أرضها وفق قوله، معلنا إلغاء كل خططه لزيارة إسرائيل بسبب ما وصفه بحربها اللا إنسانية على غزة.